شهدت مراكز الإصلاح والتأهيل طفرة كبيرة على المستويين الإنشائي والتأهيلي للنزلاء، لتتماشى مع سياسة الدولة نحو التطوير وتوفير سبل الرعاية التي أقرتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. واستمرارا لسلسلة الزيارات التي تستقبلها مراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على أوجه الرعاية المقدمة للنزلاء، فقد قام وفد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة مركز إصلاح وتأهيل دمنهور الجديد الذي تم إنشاؤه وفقا للمعايير الدولية في مجال السياسة العقابية. بدأت الجولة بتفقد الوفد لأماكن زيارة النزلاء وحرص على الحديث مع النزلاء وزويهم للتعرف على أحوالهم المعيشية وأوجه الرعاية المقدمة لهم داخل المركز. وفي المركز الطبي المتطور تجول وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان داخل العيادات الطبية المجهزة بكافة التقنيات الحديثة التي توفر للنزلاء رعاية طبية متكاملة في كافة التخصصات. فلسفة الإصلاح والتأهيل الجديدة اللي بتتبعها وزارة الداخلية فيها طفرة نوعية من حيث الإمكانيات اللي موجودة في مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، زائد السياسة نفسها من حيث تدريب العنصر البشري والاهتمام بالنزلاء في أنه يتم تأهيلهم وتدريبهم وتقديم الخدمات الرعاية الصحية. وانتقل الوفد إلى أماكن تأهيل النزلاء التعليمية والسلوكية، حيث حرصت الوزارة على تطبيق برامج اجتماعية متطورة لتأهيل النزلاء وتقويم سلوكهم من خلال ندوات تثقيفية ودروس دينية، مع الاهتمام بالجوانب التعليمية ومحو الأمية، إضافة إلى مكتبة تزخر بالعديد من الكتب المتنوعة في مختلف التخصصات. عمليات التأهيل وعمليات التعليم المستمرة خاصة في الورش أو محو الأمية، ده أصبح إطار من الإطارات الرئيسية اللي بتسعى إليها وزارة الداخلية في الوقت الراهن، وعملية تأهيل مستمرة بحيث إن احنا نضمن أن هؤلاء النزلاء بعد خروجهم من تقضية فترة العقوبة أنهم يكونوا صالحين للاندماج في المجتمع. استحداث دور العبادة الدينية للمسيحيين، يبقى في كنيسة داخل المؤسسة العقابية أو مركز الإصلاح، فده شيء متطور. وكذلك الأمر فيما يتعلق بتعليم القرناء وفكرة أن الشخص اللي هو حاصل على مؤهل هو بيعلم بقية زمايله. كما تابع الوفد أساليب تأهيل النزلاء مهنيا من خلال فصول تعليم الحرف اليدوية وأماكن ممارسة الهوايات كالرسم والموسيقى، وشهد جانبا من المنتجات التي قام النزلاء بإعدادها. هناك تغير تماما في حقوق النزلاء، وهذا بمثابة ما أراده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأيضا تطبيق المواثيق الدولية. من أراد أن يرى بفم العين فليأتي إلى مراكز التأهيل. زيارة اليوم بتؤكد على أن هناك تطور كبير في قطاع الحماية المجتمعية، هذا القطاع الذي يدشن كل فترة مركز إصلاح وتأهيل جديد. اليوم في دمنهور أعتقد أن احنا شاهدنا تطور آخر ونقلة نوعية جديدة. الزيارة المتعددة التي تستقبلها مراكز الإصلاح والتأهيل تثبت مدى ما تتمتع به من إمكانيات وقدرات لوجستية وبرامج اجتماعية وتأهيلية لتأهيل النزلاء وفقاً للمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما يمكنهم من إعادة الاندماج في المجتمع.